بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. طابت اوقاتكم بكل خير. الصداع والدوخه احيانا كتير بيكونوا مرتبطين ببعض، والاسباب كتيره اللي ممكن تسبب الصداع والدوخه في نفس الوقت. بعض الاسباب بسيطه ومش خطيره ومش محتاجه حتى استشاره الطبيب، لكن في احيان كتيره جدا بتكون الاسباب خطيره جدا. وجود الصداع مقترن بالدوخه بيشير لمشكله صحيه تستلزم الاستشاره الطبيه والعلاج الفوري المناسب. يا ترى ما اسباب الصداع والدوخه معا؟ وامتى الاسباب تكون بسيطه؟ وامتى الموضوع يستلزم زياره الطبيب والتشخيص الفوري والعلاج الفوري؟ فضلا شاهد الفيديو للنهايه وما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. وسهلا ونتابع الفيديو. حدوث الدوخه والصداع مع بعض، المريض بيشتكي من صداع ومن دوخه، نشوف مع بعض الاسباب ونشوف ايه الاسباب البسيطه وايه الاسباب الخطيره. اول سبب لحدوث الدوخه والصداع هو السكته الدماغيه. السكته الدماغيه او جلطه المخ، واضح هنا ان السبب شديد، السبب مش بسيط. السكتة الدماغية او جلطة الدماغ بتحدث لما بيقل او بينقطع تدفق الدم لجزء معين من المخ. الشرايين الصغيرة المغذية للمخ بتتسد، وبالتالي الدم اللي بيمشي في الشرايين بيقل او بيتوقف، وبيقل امداد المخ بالاكسجين والعناصر الغذائية، وده يؤدي لتلف انسجة المخ. والسكتة الدماغية بيكون ليها اعراض كتيرة، اهمها الدوخة والصداع معا. والصداع بيكون شديد، والدوخة والدوار بيكون مفاجئ وشديد. وفي اعراض تانية برضو للسكتة الدماغية بتكون مصاحبة للدوخة والدوار، زي التنميل في الوجه او تنميل في جانب الوجه، والتنميل والضعف في جانب من الجسم سواء كان مثلا الذراع او الساق. ومن الاعراض برضو حدوث ارتباك، وحدوث ضبابية في التفكير وضبابية في الرؤية وزغللة، واضطرابات في الحركة واضطرابات في الفهم والرؤية. دي كلها أعراض السكتة الدماغية. السكتة الدماغية دي تعتبر من الحالات الطبية الطارئة اللي بتستدعي التدخل الطبي السريع للتشخيص والعلاج. ده كان أول سبب لحدوث الدوخة والصداع معا. أما تاني سبب لحدوث الدوخة والصداع معا فهي نوبات القلق. والقلق له أعراض نفسية وأعراض جسدية، زي التعب العام والأرق وضعف التركيز، بالإضافة للصداع الشديد والدوار والدوخة. والأعراض بتاعت القلق بتختلف من شخص لآخر، لكن القلق بيأتي على رأس قائمة الأسباب المسببة للصداع والدوخة. السبب الثالث للصداع والدوخة انخفاض مستوى السكر في الدم، سواء كان عند مريض السكر أو عند الشخص العادي، بسبب عدم تناول الطعام لفترة معينة. هبوط مستوى السكر في الدم بيعمل أعراض كتيرة زي الإعياء والشحوب والزغللة والهبوط والعرق الغزير، بالإضافة للصداع والدوخة. السبب الرابع للصداع والدوخة هو الجفاف ونقص التروية، إما بسبب النزلات المعوية والقيء والإسهال، أو بسبب المجهود العنيف والتعرق والجو الحار وضعف تناول السوائل. كل ده بيؤدي للجفاف اللي من أعراضه الإعياء التام والهبوط والصداع المقترن بالدوخة. السبب الخامس للصداع والدوخة الأنيميا، مشهورة جدا، أحد أهم الأسباب للدوخة والصداع. أنيميا نقص الحديد أو أي نوع من أنواع فقر الدم، وأعراض الأنيميا دائما هي الشحوب والهبوط والصداع والدوخة المستمرة. السبب السادس هو الالتهابات والعدوى البكتيرية والعدوى الفيروسية، زي نزلات البرد وزي الانفلونزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الحلق، والتهاب الأذن الوسطى والداخلية. ويمكن التهاب الأذن الوسطى بالذات من أكثر أسباب الصداع المقترن بالدوخة، ونفس الموضوع مع التهاب الجيوب الأنفية. السبب السابع للصداع والدوخة معا هو إصابات الرأس، أي خبطة بالدماغ سواء كانت شديدة، وأحيانا الخبطات الضعيفة بالدماغ ممكن تعمل صداع مقترن بالدوخة. السبب الثامن هو ما بعد الارتجاج. لو حدث ارتجاج بالمخ فمن أهم الأعراض اللي بيعاني منها الشخص هو الدوار والدوخة الشديدة مع الصداع. السبب التاسع
هو الصداع النصفي، صداع شديد في جانب من الرأس مع دوخة ودوار شديد، وبيبقى مع غثيان واضطرابات في الرؤية. ده هو الصداع النصفي. السبب العاشر، ممكن يحدث الصداع والدوخة كأعراض جانبية لبعض الأدوية زي أدوية ارتفاع الضغط ومضادات الاكتئاب والمسكنات. دول 10 أسباب مهمة لحدوث الصداع المقترن بالدوخة. الأسباب تتراوح زي ما شفنا ما بين أسباب بسيطة إلى الأسباب الخطيرة، والمفروض التشخيص السريع علشان نعرف الأسباب ونقدر نحدد هل الأسباب بسيطة ولا أسباب خطيرة. وقبل ما نتكلم ببساطة عن العلاج، لازم أنصحك بزيارة الطبيب في الحالات الشديدة، زي لو الدوار كان شديد ومستمر، أو الصداع شديد ومستمر ومش نافع مع المسكنات، أو لو الكلام ده مقترن بغثيان شديد أو قيء، أو لو في صعوبة في التركيز ومشاكل في الرؤية، ولو في ضعف أو تنميل في الوجه أو الذراعين أو الساقين. هنا إجباري لازم تروح المستشفى أو تروح الطبيب للتشخيص، لأن دي ممكن تكون مقدمات لسكتة دماغية. بسرعة لازم في الحالات دي يكون في تشخيص سريع، علشان ممكن المريض لو كان داخل على سكتة دماغية يبقى العلاج لازم يكون سريع. لو ادينا علاج بدري بيكون فعال بنسبة كبيرة. ولازم في حالات الدوخة المقترنة بالصداع نشوف التاريخ المرضي. لو المريض بياخد أي أدوية، مثلا أدوية نفسية أو أدوية الضغط المرتفع أو مسكنات بشكل مبالغ فيه، فلازم نوقف العلاج ونعدل الجرعات، لأن الأدوية دي كلها ممكن تخفض الضغط وتعمل الدوخة مع الصداع. ولو شخصنا الحالة إنها صداع نصفي، فالعلاج بيكون مسكنات زي البروفين أو الباراسيتامول بالإضافة للأدوية المضادة للغثيان، وندي علاج وقائي للصداع النصفي زي جرعات بسيطة من الأدوية مضادات الاكتئاب زي فلوكسيتين مثلا، والأدوية المضادة للصرع زي الكاربيمازيبين، وفي نصائح بسيطة لتخفيف نوبات الصداع النصفي زي الراحة في غرفة هادئة ومظلمة، وشرب الكثير من السوائل، ووضع كمادات باردة على الرأس، وتجنب الأطعمة والمشروبات اللي بتثير الصداع النصفي، والتخلص من التوتر والضغوط العصبية. أما بالنسبة لانخفاض سكر الدم، فهنا السكر بينخفض أقل من 70 ميلي جرام، وانخفاض السكر ممكن يحصل لمرضى السكر لما بياخدوا جرعات عالية من العلاج وإهمال الأكل، أو ممكن يحصل للناس العادية اللي برضو بتهمل في تناول الوجبات وبتهمل في الأكل. وهبوط السكر ممكن يعمل غيبوبة، غيبوبة انخفاض السكر، أو ممكن يعمل أعراض واضحة زي الصداع والدوخة الشديدة والعرق الغزير والرعشة والشعور بالجوع والضعف والإعياء. وفي الغالب يعني بيكون العلاج لهبوط السكر سهل عن طريق إعطاء مصدر سريع المفعول للكربوهيدرات، وده بيشمل إيه؟ العصير أو معلقتين سكر نذوبهم في كوباية مية ونشربهم، أو عسل. ولكن في نصايح علشان نتجنب هبوط السكر. ايه النصايح ديت؟ نتناول وجبات منتظمة، شرب العصائر والسوائل باستمرار، وتناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، وفحص مستوى السكر بانتظام. اما لو كان السبب في الصداع والدوخة هو القلق، فممكن نعالج القلق اما علاج نفسي او علاج دوائي. العلاج النفسي عن طريق العلاج السلوكي المعرفي وجلسات العلاج النفسي للتخلص من الضغوط. أما العلاج الدوائي فده عن طريق الأدوية مضادات الاكتئاب ومضادات القلق، بالإضافة لتغيير نمط الحياة عن طريق النوم لفترات كافية وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب التدخين والابتعاد عن الجو المسبب للضيق والقلق. اما مثلا لو كان سبب الصداع والدوخه هو الانيميا، فالعلاج بيعتمد على نوع الانيميا وشدتها. اكتر نوع مشهور الانيميا هي انيميا نقص الحديد، ودي علاجها سهل عن طريق اعطاء الادويه المحتويه على الحديد سواء كانت اقراص بالفم او حقن. لو كانت الانيميا بسبب نقص حمض الفوليك او فيتامين بي 12، نعطي المكملات الدوائيه المحتويه على حمض الفوليك او بي 12 على حسب السبب. علشان كده المهم في الشكوى بتاعت الصداع والدوخة ان احنا نشخص السبب، والعلاج بيكون على حسب السبب. احيانا مثلا بيكون السبب هو قصور في الدورة الدموية للمخ،
قصور في الدورة الدموية للمخ ناتج عن أي شيء، ممكن الإصابة بالبرد أو الجفاف أو هبوط الضغط بيعمل قصور في الدورة الدموية للمخ، مش حاجة خطيرة أوي يعني. وفي الحالة دي بندي علاج منشط للدورة الدموية زي بيتسرك مثلا أو ليوسيدريل أو سيرفيتام، أدوية فعالة لعلاج قصور الدورة الدموية للمخ. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.